هو معترف مثل الجريمه، امي اتسحلت وتعرضت، ماما ما اتقتلتش بس يا باشا، امي اتسحلت وتعرضت، امي ابراهيم اتكشفت على حد، اتكشفت عليه هو بايديه هو، الشاهد اللي عايزه هو يشوف الشاهده شايفاه وهو خارج من البيت، هتجيبها تقول لها ايه يا باشا؟ نخش المحكمه نخش لو سمحت يا باشا، اهله في وشنا، اهله في وشنا، عايشين في وشنا، دي امي يا باشا، تسع شهور كتير عليا، تسع شهور كتير عليا، انا ارتبطت القضاء، هما بيلعبوا اعصاب، بيضغطوني نفسيا، كل ما بمشي في طريق بشوف اخواتي بيضحكوا في وشي، انا اخويا راجل داخل على امي لقاها عريان، عمره ما شاف امه، امي عمرها ما اتكشفت على اخويا. لو تاجينا مش مشكله داخل الدور. النهارده الاثنين مش عارف جاهزين برضه الناس دي عايزه تخبطنا يا باشا عشان النفوس المحكومه عايزه تخبطنا ده دم انت عريت امي وساعدتها وقتلتها حرام عليك حرام حرام يا باشا القصاص العاجل 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 القصاص العاجل